يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من مشوارنا الصباحي. صحصح عيد اضحى مبارك لجميع المتابعين اللي عم بيتابعونا عبر هوا راديو روتانا وشاشه عمان تي في. ان شاء الله يا رب هالعيد بينعاد علينا جميعا كامه عربيه واسلاميه بالخير والمحبه والصحه وهدات البال. انا بعرف انه هالعيد كان طعمه مختلف لانه عدد كبير منا حرم من ملامح العيد الطبيعيه وبهجه العيد خلال الأعياد الماضية، فلهيك بعيد الأضحى كل الأردنيين والأردنيات قدروا أدق التفاصيل وحاولوا إنهم يستمتعوا بكل لحظة وبكل مظهر من مظاهر العيد اللي انحرمنا منه بالأشهر الماضية. أي شيء كنا نتائل منه من التزامات اجتماعية، هذا العيد العكس تماماً. كنا سعداء جداً إن قادرين نتواصل مع الناس اللي منحبهم، قادرين نشوفهم، قادرين نعيد، ناكل معمول، نتغدى، نتعشى مع بعض. فبالتالي بتمنى إنه هاي العطلة كانت عطلة سعيدة للجميع، وإن شاء الله تكونوا رجعتوا على أشغالكم وعلى الدوام بطاقة حلوة وبنفسية مرتاحة. وإحنا معاكم من هلأ لغاية الساعة 12، وأكيد مشوارنا الصباح صحصح دائما برعايه اورنج. يا صباح الفل، صباح الورد. مع اني شفتك بالعطله والله شفتك. بس اشتقت لك والله، وانا كثير كان المفروض يعني ارجع اشوفك بس ما زبطت. معلش حبيبي، كل سنه وانت سالمه يا رب وعيلتك سالمه وكل اللي بتحبيهم سالمين وغنمين. كل عام وانت بالف خير رهوفه، كل عام مستمعينا ومشاهدينا الكرام بالف خير. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من صحصح. موضوعنا اليوم بحسب خبراء علم النفس، في أسرار معينة يجب علينا أن لا نبوح بها لأي أحد، حتى وإن كانت جزء من شخصياتنا، جزء من ذاكرتنا. في أمور إحنا مرات ما بنأذي لما ما نحكيها، إحنا لا نشجع على إخفاء الحقيقة أو على الكذب، أو إن سئلت عن موضوع معين ما تجاوب عليه، ولكن في بعض الأمور ما تتبرع بالبوح بها وبإعطائها للآخر. صح، لأنه في يعني مش بعلم النفس، في بالحياة بشكل عام، معلومات هي سلطة. أنا كل ما بعرف معلومات أكثر عن نادية معناته أنا عندي سلطة على نادية أكبر. مش كل الناس قلبها عليك، مش كل الناس بتحبك بصدق، مش كل الناس بنحلف عليها طول الحياة. ففي أسرار معينة مش لازم تحكيها لأي شخص. أنا معك رهوف مليون بالمية. باي ذا واي، في شغلة بدي أحكيها كمان كتير كتير مهمة، اللي هي إنه تخيلي يعني كمان حسب علماء النفس بقولك بأنه إذا أنت مثلاً في عندك حلم معين بدك تحققيه، ما تحكي للناس اللي حواليك. صح. ليش؟ لأنه أنا إذا قلت لك يا وأنت أعطتيني كومبلمنت، أعطتيني إطراء على هذا الحلم، أنا بصير في عندي درجة من الرضا بدون ما تحققيه. أيوة، فببطل بنفس الحماس اللي كنت فيه قبل ما أقول لك هذا الحلم. فبالتالي حتى أحلامك اللي بتحلم أنك تنجزها بالدنيا مش ضروري أن تبوح بها بتفاصيلها. مش بقول لك داري على شمعتك تقيد طبعا. خلي حلمك بينك وبين حالك، لما تحققه احكي بفخر عنه، بس ما تحكي عنه قبل. يعني حتى هاي التفاصيل الصغيرة يا جماعة لازم ندرسها، لأنه الواحد إذا بفهم حاله صدقوني إنجازه بالحياة بيكون مميز. ممكن بس أحكي شيء على سيرة الأحلام رهوفة. هلأ إحنا تاني يوم العيد كنا موجودين بالرمثة، تمام، وين موجودين؟ ببيت جدي. بيت جدي اللي هو بيت حضنه دافئ، بلمنا دائما وابدا كعائله. هذا البيت قبل سنتين تقريبا سكن فيه عمي، رجع من السعوديه، عمو عماد. تمام. عمو عماد رحمه الله من الاشخاص اللي هدف حياته انه يشوف الوجوه ضاحكه ويشوف القلوب بتحنحن على بعض. هو شخص كان يؤمن بمفهوم العائله بكل ما تحمل الكلمة من معنى. هو طبعاً يعني للأسف فارق الحياة من فترة وترك يعني فراغ كتير كبير في قلوبنا جميعاً، لأنه له بصمة واضحة بالحياة. فبابا ببعت مسج بقول عائلتي الحبيبة، أتمنى أنه تاني أيام عيد الأضحى المبارك أن يتم الاجتماع في بيت الرمثة بناء على رغبة المرحوم عمو عماد رحمه الله. رحنا كلنا، والله يا رهف إنه كان الحاضر الغائب. صح، اسمك قاعدة عم بتطلع على الكل، نفسه، حسه، تخيلته قاعد بالزاوية عم بيراقب فينا. كلنا عم نضحك، اللي عم بسكب للتاني بصحنه، اللي عم بيهتم بالتاني، اللي عم بيطبطب على التاني، الصغار قاعدين عم بيلعبوا. والله تخيلت بإنه روحه موجودة في المكان.
فهذا حلم سيبقى مستمر لأن بعض الأحلام لا تموت بموت أصحابها. الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه ويخلي لك عيلتك وكل الناس اللي بتحبيهم. وأنا ببداية صحصح حكيت جملة وهي فعليا تنطبق علينا جميعا، إحنا كلنا احتفلنا بعيد الأضحى المبارك لأن حرمنا من الأعياد الماضية. زمان أنا بتذكر نادية دائما بتحب إنها تروح على الرمثة، بس كانت تقول لي تاني يوم بدنا ننزل على الرمثة، زي ما أنا بحكي يي تاني يوم والله بدنا نروح نعيد على بيت عمي وبيت عمتي وا 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 وا. كلنا كنا مرات نتاءل من الالتزامات الاجتماعية، بس بعد ما حرمنا منها عرفنا قدي قيمة كل لحظة، كل تفصيلة كتير بسيطة، كل إشي كنا ماخدينه من المسلمات عادي ناكل معمول عند بيت عمي، لا اكتشفنا إنه مش عادي. ولما انحرمنا من هاي من هذا الدفء ومن هاي الود اللي موجود بين الأسر بها العيد، كلنا مشاعرنا كانت فائضة، كلنا شعرنا إنه أحلى إشي بالدنيا العيلة، أحلى إشي بالدنيا الحضن الدافي، أحلى إشي البوسة العبطة العيدية، كل التفاصيل. فعشان هيك ما تنسوا، خلي الآثار النفسية اللي طلعنا منها من أزمة فيروس كورونا تضل موجودة لنكون أشخاص أفضل مع الناس اللي منحبهم. الله عليك. في عائلة كل شخص منها موجود ببلد والأب والجد متوفي، عملوا فيديو كليب، ما بعرف يعني ما بعرف، أظن واحد من الأحفاد عامل له مونتاج، انتشر هذا الفيديو بسرعة البرق وجاب ملايين المشاهدات على أنغام أغنية جديدة لحسين الجسمي اسمها دي سنة الحياة. شايفين قديش حلوة هاي العلاقات الدافئة. هذا إن دل على شيء يدل بأن العائلة هي الأساس طبعا. وباقي ما تبقى هي مكملات. برافو. عائلة أبوي مرة كنا قاعدين أنا وياه ونوف وبيان وأحمد بالبيت، قالنا أي شخص برا هذه الدائرة وخارج هذه الحيطان لن يتمنى لك الخير بطريقة يعني مطلقة. بس اللي أشخاص اللي تربيت معهم اللي بتربطك بينك وبينهم صلة دم، هم الأشخاص اللي بتمنوا إنك تكون أحسن منهم، وبالتحديد أبوك وأمك، فدائما استثمر بالعائلة. طبعا الله يخلي لنا أسرنا، وأي شخص عنده أخ أو أخت وأم وأب لازم كل يوم الصبح يحكي الحمد لله. وأنا بهالمناسبة سريعا قبل الفاصل بدي أقول هابي بيرثدي لضو عيوني وأخوي حبيب قلبي حكم يا روحي. أنا هذا الإنسان أنا بحبه مش لأنه أخوي، بحبه لأني معجبة فيه، كل ماله عم بكبر وكل ماله وبحلو عم بينضج وبحلو والصبايا معجبين فيه زيادة هاي السنة مع الشعر ما شاء الله عليه حكومة. هابي بيرثدي العمر كله، والله يخليك لإلي ولماما ولبابا ولكل الناس اللي بتحبه، لأنه مزبوط هو أصغر واحد فينا بس بمعظم الأوقات بيفاجئني بحكمته وبيفاجئني بحضنه الكتير كبير اللي بيستوعبنا كلنا. فهابي بيرثدي. يعني حكم لما يحكي أنا ورهف بنسكت. اه بالضبط هيك، إنه نادم كل إنه برب انطمه. شكرا حبيبي.